بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب نواقض الإسلام التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تاسع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وكما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر، جميع الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا إعلان من الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، لا يخرج أحد عن طاعته، فمن خرج عن طاعته فهو كافر، بخلاف الصلاة والسلام فإن الرسول النبي منهم يبعث إلى أمته خاصة، فموسى عليه السلام وعيسى نبيان إلى بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل. نوح عليه السلام بعث إلى قومه خاصة، وهكذا بقية الأنبياء كلهم يبعثون إلى أمم خاصة. كل ما انتهت رسالة نبي عاقبه نبي آخر، بعث الله نبيا آخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، لم يعطهن نبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي قبلي يبعث إلى قومه خاصة، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، كان قبل إذا حصلوا على غنائم تنزل نار من السماء يجمعونها، تنزل نار من السماء فتحرقه. أما هذه الأمة قد أباح الله لها الغنائم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. استعينون بأموال الكفار على نشر الإسلام، على طاعة الله سبحانه وتعالى. حلت لي الغنائم ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كان الأنبياء وأتباعهم السابق لا تصح صلاتهم إلا في كنائسهم وبيعهم، أما هذه الأمة فإن الله وسع لها، جعلت لها الأرض مسجد صالحة للصلاة فيها. أي رجل أدركته الصلاة
فليصلي. وأيضا جعلت تربتها طهورا، إذا لم يجد الماء إنه يتيمم بالتراب. هذا من خصائص هذه الأمة على يد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن هذه الأمة منهم ناس ما يحتاجون للرسول، ما يحتاجون للرسول لأنهم يعرفون وصلوا إلى الله، يسمون العارفين بالله، وصلوا إلى مرحلة ما يحتاجون إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله، والرسل إنما هم للعوام، أما هؤلاء خواص لا يحتاجون إلى الرسل كما عليه غلاة الصوفية. غلاة الصوفية يزعمون هذا، أن من العارفين من يصل إلى درجة لا يحتاج إلى الرسل، وأنه تسقط عنه التكاليف، لا يكون في حقه حلال ولا حرام، لأن التحليل والتحريم هذا إنما هو للعوام فقط. أما العارفون والخواص، خاصة الخاصة كما يسمون الخاصة أو خاصة الخاصة، هؤلاء بلغوا مرحلة ما يحتاجون فيها إلى الشرع ولا إلى الرسل، تعالى الله عن ذلك. هذا كفر صريح، هذا كفر صريح والعياذ بالله. ما أنا أحد يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن احتج أحد منهم بأن الخضر الذي ذكر الله قصته في آخر سورة الكهف أنه لم يكن على دين موسى عليه السلام، نقول نعم، موسى رسالته خاصة بقومه، والخضر ليس من قوم موسى. هذا نقول نعم، الرسل كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وموسى بعث إلى قومه خاصة، فلا يدخل فيها الخضر. وأما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لكل الناس، يا أيها الناس ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الذي يعتقد هذا أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بلغ معرفة مرتبة من المعرفة والعلم كما يقولون، إنه وصل إلى الله وهم خاصة الخاصة، ولا يحتاج إلى شرع ولا يحتاج إلى رسول، هذا كفر صريح والعياذ بالله. يجب التنبه لهذا، لأن هذه مشكلة قائمة الآن في من يدعي أنه ما يبلغ مرتبة ما هو بحاجة للرسل، عنده معرفة وعنده عبادة أوصلته إلى اليقين فله بحاجة إلى الرسول، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض. العاشر وهو الأخير من النواقض العشرة هو أن من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه رغبة عنه فإنه يكفر. دليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الذين كفروا سماهم كفارا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، هذا أظلم الظالمين، لا أحد أظلم منه. فمن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين، سماه مجرما منتقمون.
إذا أعرض عن الشرع وقال ما إحنا بحاجة للتعلم، الناس يبون علوم التقنية وعلوم الصناعة وعلوم أما علوم الشرع وهذه ما إحنا بحاجة إليها، هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر بالله عز وجل، وهذا بالإجماع أن من أعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعلمه، ويقول لسنا بحاجة إليه، إحنا بحاجة إلى التقدم واللحاق بالأمم الراقية وإلى آخره، هذا كفر صريح عياذ بالله. نعم نحن بحاجة إلى التقنية، حاجة إلى الصناعة، حاجة إلى، هذا مما أباحه الله لنا وهذا مما يعيننا على طاعة الله، ولكن بعد تعلم العلم النافع، فالعلم النافع هو الذي يوجه التقنية ويوجه الأشياء هذه والمخترعات، يوجهها التوجيه السليم، ولا يتعارض هذا مع هذا أبدا، ما يتعارض تعلم الطب مع تعلم الدين، ولا تعلم الصناعة مع تعلم الدين، ما يتعارض هذا مع هذا، فنحن نأخذ بالجميع، نأخذ بالجميع ولا نرفض علوم الشرع ونأخذ علوم التقنية فقط، هذه خسارة، ولا تنفعنا التقنية، إذا خسرنا ديننا فلن تنفعنا التقنيات والاختراعات ما تنفعنا هذه مسألة مهمة جدا. من أعرض عن القرآن وعن السنة ويقول ما حنا بحاجة إلى تعلم الكتاب والسنة وعلوم الشرع، الناس راحوا وصلوا النجوم، الناس تقدموا، الناس حطوا طائرات ومخترعات، يا أخي ما منعك الإسلام والقرآن، ما منعك عن هذا، تعلم هذا وهذا، بل هذا يخدم هذا، تعلم الصناعة والحرف والتقنيات يعين على الدين، هذا يخدم هذا، ولا منعك القرآن عن تعلم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، القرآن يحث على هذا، خذوا حذركم، القرآن يحث على كل ما فيه نفع وفيه خير، فيجب الاعتناء بهذا الأمر وهذه الشبهة اللي يزهدون في تعلم الشرع، وشلوا تفتحون كليات شريعة، الناس مسلمين ما يحتاجون، مسلمين يكفي، مسلمين وهم ما يعرفون الإسلام، ما يصير مسلم اللي ما يعرف الإسلام، ولو قال أنا مسلم ما يصير مسلم، لابد يتعلم الإسلام وأحكام الدين وأحكام العبادة وأحكام المعاملات وأحكام، ولا يمكن يستفيد من المخترعات إلا إذا تعلم علوم الشرع، ما يمكن هذا، ولا يوجهها فيما يضر، إذا لم يكن عنده علم من الشرع يوجهها للخطر والسفك الدماء والقذف، كما هو الواقع الآن مع الكفار، ما وجهوا ما أعطاهم الله إلى نفع العباد وإلى تعمير البلاد، إنما وجهوه للتخريب والتدمير والتشريد والطغيان والعياذ بالله، فيجب التنبه لهذا الأمر، خصوصا وأن هناك من يزهد في علوم الشرع يقول ليش أنتم تفتحون كليات شريعة، سوق العمل يبي موظفين، يبي كذا، ما هو بحاجة إلى مطاوعة وإلى علماء وإلى، يقول كذا، هذا هو الإعراض عن دين الله، نسأل الله العافية. يا أخي الإسلام جاء بالدين والدنيا جميعا، جاء بالدين والدنيا جميعا، والدنيا تخدم الدين، الدنيا تخدم الدين ويستعان بها على الدين، نحن لا نقول اتركوا تعلم الصناعات هذا لا يجوز، حرام علينا أننا نترك تعلم هذه الصناعات والاختراعات،
ونقول تعلم الشرع، نعم تعلم الشرع وتعلم أيضا التقنية أيضا، فنجمع بين هذا وهذا. يقول لك سوق العمل ما هو بحاجة إلى مطاوعة، إلى دعاة، إلى العلم ما هو بيتعلم علشان العمل، علشان الوظيفة، سوق الوظيفة، لا، تعلم لي معرفة الحلال والحرام، ومعرفة كيف يعبد الله، ومعرفة كيف يتعامل مع الناس، وكيف يبيع ويشتري، وكيف يحصل على المال الحلال ويترك الحرام. فحاجتنا إلى علوم الشرع أشد وآكد من حاجتنا إلى علوم التقنية، وإن كانت علوم التقنية مهمة جدا. نحن نجمع بين هذا وهذا، ما نفرط في جانب ونتمسك بالجانب الآخر. الله خلق لنا الدنيا وخلقنا لنا وأنزل علينا الكتاب والسنة، نعمل بهما جميعا، نستفيد منهما جميعا. نعم. قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض. نعم، لما خلص من ذكر هذه النواقض العشرة قال: هذه أهم النواقض، هذه أهم النواقض، وليست هي كل النواقض، النواقض كثيرة، لكن هذه أهمها. ولا فرق فيها بين من وقع فيها متعمدا أو هازلا أو مازحا. أو أنتم سمعتم الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يقول ما قصدنا، حنا نمزح، الله جل وعلا كفرهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما حنا بجادين، هذا مزح. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا فرق بين الجاد والهازل والمازح، لا فرق بينهم، بدليل هذه الآية: إنما كنا نخوض ونلعب. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد. بين الهازل والجاد، الهازل يعني المازح اللي يمزح، والجاد اللي يقصد ما يقول. نعم. والخائف أو الخائف الذي لم يصل إلى حد الإكراه، الخائف الذي لم يصل إلى حد الإكراه، ما الخوف الذي دون ذلك فلا يجوز أن تترك الدين من أجله. نعم. إلا المكره. إلا المكره، قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره بشرط وقلبه مطمئن بالإيمان، فقلبه يخالف ما نطق به، إنما نطق بذلك للتخلص من الظلم فقط، للتخلص من الظلم، لو لم يقل هذا الكلام قتلوه، وهذا كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن المشركين أخذوه وقالوا: ما نطلق إلا أن تتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم تسبه، وإلا قتلناك. فهو تكلم بما يطلبونه منه، ثم ندم وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الأمر كذا وكذا. قال: ما تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. إلا المكره، لم يستثني الله إلا المكره فقط. نعم. وكلها من أعظم ما يكون خطرا، وكل هذه العشرة من أعظم ما يكون خطرا، ولذلك
اختارها الشيخ من بين سائر النواقض لأنها أعظم خطرا من غيرها. نعم. وأكثر ما يكون وقوعا. وكذلك هي أكثر ما يكون وقوعا بين الناس لأجل يحذر منها. نعم. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ينبغي للمسلم يعني يجب، ينبغي يعني يجب على المسلم أن يحذرها، ولن يحذرها إلا إذا تعلمها وعرفها، أن يحذرها لأنها خطيرة جدا. نعم. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، واستعاذة بالله من غضبه وأليم عقابه لمن ارتد عن دين الإسلام. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. تأتي مجموعة من الطلبات بأن يدعو الشيخ لهم بالحصول على وظيفة أو زوجة أو زوج، هل نعرض مثل هذه الأسئلة؟ إيش؟ تأتي كثير من الطلبات أن نقرأ السؤال يقول فيه السائل: أرجو يا شيخنا أن تدعو لي بالزوجة الصالحة أو الزوج الصالح أو الوظيفة، نقرأ هذه الأسئلة؟ يا أخي أنت ادعو الله، أنت ادعو الله لنفسك، لا تعتمد على دعاء غيرك، ادعو الله. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وبابه مفتوح بالليل والنهار، ارفع يديك وادعو الله بحاجتك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل جاء للعمرة فطاف بالبيت ثم ذهب بعد ذلك جهلا منه ولم يأتي بالسعي، ماذا عليه؟ علما رجل جاء للعمرة طاف بالبيت ثم ذهب بعدها جهلا منه ولم يأتي بالسعي، ماذا عليه علما بأنه قد تحلل من إحرامه وأتى أهله؟ هذا يجب عليه إكمال العمرة، يجب عليه أن يرجع وأن يكمل العمرة ويسعى ويقصر من رأسها ويحلق ثم يتحلل من إحرامه، وإلا فهو باق على إحرامه، هو باق على إحرامه حتى يكمل العمرة. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحسرتم، يعني منعكم أحد من إتمام الحج والعمرة، هذا حكم المحصر، لكن اللي ما حصل عليه إحصار يجب عليه المضي في الحج والعمرة حتى يكمل مناسكهما ثم يتحلل بعد ذلك، ما هو بأوام كما بغى يتحلل، لا، حتى يأتي بالمناسك، مناسك الحج ومناسك العمرة. فهذا يجب عليه أنه يعيد ملابس الإحرام لأنه ما زال محرما، لكن يعيد ملابس الإحرام ويتجنب المحظورات ويأتي ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر أو يحلق رأسه ويتحلل. وإذا كان حصل منه جماع، هو يقول جماع، نعم، أتى أهله، أي فسدت عمرته، لكن يمضي فيها ويكملها، يمضي فيها ويكملها، ثم إذا تحلل منها يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه في الأول ويحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ثم يأتي بالعمرة الثانية قضاء للعمرة الفاسدة، ثم يذبح فدية، يذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء الحرم، لا بد من هذا. يا أخواني، الإنسان يدخل في الأمور وهو ما يدري ولا يسأل، ما يسأل أهل العلم، هذه مصيبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا دخلت مكة وأنا محرم ووجدت درسا لأحد العلماء في الحرم وجلست للدرس حتى انتهى، ثم بعد ذلك شرعت في أداء العمرة، فهل هذا العمل جائز؟ نعم، هذا طيب، إذا جلست واستمعت للدرس وانت على إحرامك
ثم ذهبت بعد الدرس وأديت العمرة لا بأس بذلك، هذا طيب تستفيد وتأدي العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض الناس يحف شاربه وبعضهم يتركه، وبعض الناس إيش؟ يحف شاربه. نعم. وبعضهم يتركه وبعضهم يحلقه بالموسى، فأيهم أقرب للسنة؟ الذي يحف، الذي يحفي شاربه هذا هو السنة، أنه ما يخليه يطول، يعني يقص منه ويجمله، ما يخليه مشوه، هذا هو السنة. والذي يحلقه نهائي هذا مكروه، لأن الحلق تشويه، يكره أنه يحلق الشارب حلق. الرسول ما قال احلق، قال احفوا الشوارب، احفوها، قصوا الشوارب، كذا، ما قال احلقوها. وأيضا هذا يشوه الوجه، فيحفيه ويقصه أو يهذبه ويقطع الشيء الطائل والسبالات منه، هذا هو السنة، هذا هو السنة. وتركه نهائي ولا يتعرض له هذا مخالف للسنة، ولا يتسبب في تشويه وجهه، ويتسبب أيضا في تقذير الطعام والشراب الذي يشرب منه، لأن شاربه إذا كان طويلا يقع في الشراب فيشوهه على غيره. فالذي يترك شاربه ولا يتعرض له هذا خلاف السنة، والذي يحلقه هذا خلاف السنة، والذي يحفه هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم تقديم الطعام للكافر في نهار رمضان؟ ما حكم تقديم الطعام للكافر في نهار رمضان؟ لا، نهار رمضان الكفار ما يمكنون من إظهار الأكل والشرب في بلاد المسلمين، ما يمكنون من هذا، وتغلق المطاعم في بلاد المسلمين، تغلق المطاعم ولا تخلى تظاهر بانتهاك شهر رمضان. إذا كان للمسلمين عليها سلطة يغلقونها، واللي يبي يأكل من الكفار يأكل في بيته، ما يتظاهر في بلاد الإسلام بالأكل والشرب في نهار رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي شروط وضوابط هجر المبتدئ؟ إذا صح أنه مبتدئ، لأن بعض الناس يبدع الناس أو يكفرهم وهو المخطي في هذا، لأنه ما يفهم البدعة ولا يفهم الأشياء التي تكفر، هذا يجب عليه أن يسكت حتى يتعلم ويعرف ما هي البدعة، ويعرف ما هي الردة وما هو الشرك، تعلم. أما يحكم على الناس بجهل هذا خطر. ثانيا، البدعة تختلف يا أخي، بدعة إذا كانت مكفرة تقتضي الردة كدعاء غير الله والذبح لغير الله، فهذا يجب هجره، إذا لم يقبل يجب هجره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لو كان أقرب الناس إليه إذا كانت بدعته مكفرة، أما إذا كانت بدعته دون الكفر هذا مسلم، إذا كانت بدعته دون الكفر فهذا مسلم مبتدع. إن كان في هجره ردع له حتى يتوب فيهجر، أما إذا كان هجره يزيده شرا فإنه لا يهجر، ولكن يناصح ويبين له ويكرر عليه لعله يتوب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هناك بعض الدعاة يدعون إلى وحدة الأديان،
فهل يعتبر هذا تصحيحا لمذهب الكفار؟ نعم، يدعو إلى وحدة الأديان، هذا يقول أن الإسلام والنصرانية واليهودية بل والمجوسية الناس لهم قناعاتهم، يقول لهم قناعاتهم وعلى عقائدهم كل يعتقد ما يقتنع، هذا هو الإلحاد والعياذ بالله، هذا هو الكفر، ما فيه إلا دين واحد هو دين الإسلام. نعم الإسلام يتعامل مع الآخرين، تعامل مع اليهود مع النصارى مع الكفار بموجب العهد والصلح والأشياء الشرعية، لا نعم لا بأس، أما يقال أنهن سوا ولا حرج على الإنسان أنه يكون مسلم ولا نصراني ولا يهودي، هذا نسأل الله العافية، هذا كفر وإلحاد، ما يجوز هذا، ما في دين صحيح غير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نسخ الأديان السابقة، ويجب على أتباع الأديان كلهم أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول إلى الجميع، اليهود والنصارى وجميع البشر، طاعته واجبة واتباعه واجب على الجميع، ولا دين غير دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا معلم التوحيد أسألك في الله أن توضح لنا مسألة العذر بالجهل. يقول: يا معلم التوحيد أسألك في الله. يا أخي بينا هذه المسألة لتما تفهمون، الشكوى إلى الله، نقول الذي يعذر مثله بالجهل هو الذي لم يسمع شيئا عن الإسلام في مكان منعزل، ما يسمع شيء، ما سمع القرآن، ما سمع الأحاديث، ما بلغته الدعوة، هذا يعذر بالجهل. أما إنسان يعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين يسمع الأذان كل وقت والناس يصلون يمينه وشماله، هذا يقال أنه يعذر بالجهل، هذا هو اللي يجهل نفسه، ما هو باغين العلم ولا هو باغين الحق، يبقى على ما هو عليه، هذا غير معذور. نعم. يعني يقول في تكملة سؤاله: إذا نشأ شخص في بادية بعيدة أو حديث في الإسلام عهده، هل يعذر بالجهل إذا دعا غير الله وهو منتسب إلى الإسلام؟ اللي يدعو إلى الله يدعو غير الله نحكم عليه بالكفر ونعامله معاملة الكفار. أما إذا كان أنه كما ذكر ما بلغه شيء فهذا حكمه إلى الله، لكن نحن نحكم عليه بالدين اللي هو عليه، الكفر على الشرك على عبادة القبور نحكم عليه به، هذا اللي يظهر لنا. أما إذا كان له عذر عند الله فهذا أمره إلى الله، يقولون هذا يكون من أصحاب الفترة، يكون من أصحاب الفترة اللي ما بلغهم شيء. نعم. ولكن اليوم ما تعلمون، اليوم ما يخفى شيء، وسائل الإعلام منتشرة والقرآن يسمع في كل مكان من الدنيا الآن، السنة تسمع، الدعاة تكلمون، الإسلام منتشر، ما في تقريبا بلد في الأرض ما دخله الإسلام الآن ولا لا؟ ما هنا بلد ما فيه مساجد، ما فيه مراكز إسلامية، ما فيه أقليات مسلمة، الإسلام منتشر الآن، والشعائر تفعل في بلاد الكفر الآن، شعائر الإسلام، فالحجة قائمة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أريد أن أستفسر إذا كان الوالد حفظه الله يسيء التعامل مع أبنائه وبناته، إذا كان الوالد والدهم يتعامل مع الأبناء والبنات بسوء المعاملة ويتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة ويسيء تعامل بناته أمام أزواجهن، نريد توجيهكم إلى الأبناء إلى أي درجة يبر والدهم هذا؟ أنا ما أظن والد بهذه الصورة، حنان الأبوة يمنعه من هذا الوصف، إلا إن كان الأبناء تسببوا في إغضابه أو في عقوقه، إحنا ما نسمع من الأبناء ولا نسمع من الآباء، لازم من الاثنين نشوف وش العذر،
أنتم لا تستسبوا آباءكم، لا تستسبوا آباءكم وتستمعون لمن يسب أباه أو يسب أمه، لا تستمعون لهذا، ربما يكون هو المخطئ، هو المخطئ على والده، فتوقفوا في هذا الأمر حتى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا تعذر وجود شيخ يلزمه طالب العلم، فهل يكفي أن يقتصر الطالب على قراءة الكتب؟ لا، والاستماع إلى الدروس؟ ما يكفي طلب العلم، ما يكون بالقراءة فقط أو بالأشرطة أو هذا، لازم أن تأخذ العلم عن العلماء. إذا كان ما عندك علماء في بلدك سافر إليهم، أي بلد سافر إليه وتعلم منهم وارجع إلى بلدك وسافر مرة ثانية وثالثة، تواصل مع العلماء. أما أنك أن يحط مكتبة وطالع فيها وأسمع أشرطة، هذا ما يكفي، بل هذا يغرك حيث تفهم شيء وهو على خلاف الواقع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية؟ لا، الرسول أمر بإعفاء اللحية. مش معنى إعفائها؟ عدم الأخذ منها، تترك اللحية كما هي، فلا يجوز أن يتعرض لها، لا بقص ولا بنتف ولا بحلق ولا بتخفيف كما يقولون. نعم، الإعفاء معناه تركها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا حفظنا متنا علميا ودرسنا شرحه عند شيخ واستوعبنا الشرح، هل يبيح لنا ذلك أن نشرحه للناس إذا رجعنا إلى بلادنا؟ بين ما تعرف، إذا فهمت شيء وعرفته تحققت أنك تعرفه، بينه للناس بقدر علمك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سعيت بدون وضوء 4 أشواط. نعم. سعيت السعي بدون وضوء 4 أشواط. نعم. ثم قرب وقت صلاة الفجر خرجت يقول ثم قرب وقت الصلاة الفجر فخرجت قبل نصف ساعة من الصلاة وتوضأت وصليت ثم أكملت السعي بعد الفجر، فهل في هذا الفاصل بين الأشواط حرج؟ نعم، سعيك صحيح، لأن السعي ما تشترط له الطهارة، يستحب له الطهارة، لك الطواف الذي لا بد له من الطهارة، أما السعي فيصح ولو أنك من تبع على وضوء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل لذلك الحائض إذا طافت وهي طاهر ولم يأتها الحيض ثم حاضت لها أن تكمل السعي وهي حائض؟ يجوز، يجوز أن تسعى وهي حائض، لكن لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل إطلاق كلمة علماني على رجل يعد هل إطلاق كلمة علماني على رجل يعد تكفيرا له؟ على رجل يعد تكفيرا له؟ هل إطلاق كلمة علماني على رجل ما يعد تكفيرا له؟ اي نعم، علماني يعني عرف الناس الآن انه ما يؤمن بالإسلام، وإنما هو يؤمن بالواقع، واقع الناس على ما هم عليه من خير أو شر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل التجسس على المسلمين ونقل الأخبار للكفار لأجل مصالح دنيوية ويريد مالا وهو ينقل كل شيء عن المسلمين، هل هذا كفر؟ وهل حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه تجسس أموالا؟ يقول في سؤاله: يا أخي لا تجيبون الصحابة ودخلونهم مثل هالمسائل، التجسس لا يجوز، قال الله جل وعلا: ولا تجسسوا، التجسس لا يجوز، حرام، إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، مصلحة راجحة لا بأس، أما تجسس من باب الوشاية ومن باب أو لطمع دنيوي يعطونك عليه مال ما يجوز، هذا حرام، ولا تجسسوا.
نهى الله عن التجسس. والجاسوس يقتل إذا مسك الجاسوس اللي يتجسس على المسلمين للكفار، يجب قتله لأنه من المفسدين في الأرض، يجب قتله. وبقية السؤال يعني على حاطب بن مسعود، هل كان حاطب؟ يا أخي صحابي جليل حضر بدرا وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، عذره النبي، وأنت رحت له بحث عنه؟ اتركوا هذا يا أخوان، الصحابة لا تعرضوا له شيء، الصحابة لهم أعمال جليلة ولهم سوابق ولهم خير، احترموهم ولا تدخلوا في ما نسب إليهم وما قيل فيه. الصحابة لهم مكانة، لا تتعرضوا لأحد منهم، ولو حصل منه خطأ فإنه مغفور. قال صلى الله عليه وسلم في حاطب: لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر. وحاطب ممن حضر بدر: لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا تتعرضوا للصحابة ولو نسب إليهم شيء، التمسوا لهم الأعذار وأثنوا عليهم، لا تفتحوا هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في الدرر السنية ما نصه: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، نعم، رحمه الله في كتابه الدرر السنية، أو في الدرر كتاب السنية، ما هو بابن حسن يا أخي، مجموع فتاوى علماء نجد لابن قاسم، ما هو بابن حسن. نعم، أحسن الله إليكم. في الدرر السنية ما نصه: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة. نرجو توضيح ما ذكره الشيخ. واضح يا أخي، واضح كلام الشيخ، واضح ما يحتاج إلى توضيح، وهو أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، إلا بالتجرد من الشرك، المشرك لا يكون مسلما. يقول: لأنه يعني والبراءة منه وممن فعله، والبراءة من المشركين، البراءة من الشرك ومن المشركين، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة. نعم، والبراءة معناه بغضهم ومعاداتهم، هذا معنى البراءة منه. أما أنك تحبهم وتقول أنا بريء منهم ولكنك تحبهم، هذا كذب، ما هو براءة. نعم، لأنه وجد في هذه الأيام ممن يقول لأنه وجد في هذه الأيام ممن ينتسب إلى السلفية من يقول بأن هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. هذا أنت اللي من الخوارج، اللي يقول هالكلام هو اللي من الخوارج، نسأل الله العافية. هذا كلام حق، هذا كلام حق، ما هو مذهب الخوارج، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، يقول: نرجو منكم حث طلبة العلم على قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله برحمته الواسعة. نرجو منكم حث طلبة العلم على قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله برحمته الواسعة، ونبذ الكتب المعاصرة التي تروج للإرجاء. ما يجب قراءة كتب أهل السنة من علماء أهل الدعوة في بلاد نجد وغيرهم، سواء العلماء المحققين من أهل نجد وغيرهم، يجب أننا نقرأ كلامهم ونعتبره ونمشي عليه. وأهل نجد إنما هم تابعين لمن سبق، ما أحدثوا شيئا من عندهم، تابعون لمن سبقهم من السلف الصالح، فنحن لا نقتصر على أهل نجد، بل كل سلفي وكل عالم محقق من أهل نجد وغيرهم فإننا نقتدي به ونأخذ من علمه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: بما يحصل الإكراه؟ وهل الإكراه على القول بكلمة الكفر، على القول بكلمة الكفر،
أما الإكراه على العمل لأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله لا يجوز هذا. أنتم تعرفون حديث الذي قرب ذبابا فدخل النار وهو مكره، يقولون له إما تذبح وإلا قتلناك. فالإكراه لا يكون على العمل، على عمل الشرك، فعل الشرك، إنما يكون بالكلام، تكلم بكلمة الكفر غير معتقد لها لأجل يتخلص من الإكراه. نعم، كما في قصة سلمان رضي الله عنه. نعم، كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل فتقول: لما خصت فواتح سورة الكهف بالقراءة عند ظهور المسيح الدجال؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك الله أعلم أن فيها تأسيس التوحيد وتأسيس العقيدة، فهي تعصم من الدجال إذا قرأها متمعنا فيها ومستحضر لمعانيها، فإنه يتبرأ من الدجال. نعم، أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: إذا ارتد إنسان عن دينه والعياذ بالله ثم تاب إلى الله ورجع لدين الإسلام، هل تحسب له حسناته التي فعلها قبل الردة أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، أن ترجع إليه إذا تاب إلى الله ترجع إليه أعماله، ومن العلماء من يقول لا، تبطل أعماله ولكن يستأنف من جديد، يستأنف الأعمال من جديد. والشيخ ابن باز رحمه الله يرجح القول الأول، أنها ترجع إليه أعماله إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: هل إذا أرغم الشخص على الكفر بتهديده بالاعتداء على محارمه كما يفعل في بعض الدول يكون بتهديده هل إيش؟ هل إذا أرغم الشخص على الكفر أرغم؟ نعم نعم، الشخص على الكفر بتهديده بالاعتداء على محارمه كما يفعل في بعض الدول هل يكون مكرها ومعفوا عنه؟ الإكراه يختلف يا أخي، الإكراه بالقول على القول هذا رخصة، أما الإكراه على غير القول يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله، وإن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله. نعم، أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: تعلمون حفظكم الله تعالى ما هو حاصل وواقع في بلاد المسلمين؟ تحصلون ما هو واقع أو تعلمون ما هو واقع في كثير من بلاد المسلمين؟ ما هو إيه؟ واقع وحاصل في كثير من بلاد المسلمين من الفتن ما بين حق وباطل، فما هي الكلمة التي توجهونها لأبنائكم وإخوانكم في الأمة الإسلامية؟ الذي نوجهه لإخواننا أمام الفتن أن يتعلموا أول، تعلموا العلم النافع على أيدي العلماء، ما ينقذهم من هذا بعد الله إلا العلم النافع، يعرفون الحق من الباطل، يعرفون كيف يتصرفون في هذه المواقف، هذا لازم من علم، تعلم العلم. فنوصيهم بطلب العلم على العلماء، نوصيهم بذلك، عدم التساهل في هذا الأمر، فإنه لا ينقذهم بإذن الله إلا العلم النافع الذي يبين لهم الحق من الباطل، ويبين لهم كيف يفعلون عند الفتن. لازم من التعلم العلم النافع. وفقنا الله وإياكم صالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.